مش موتيش. مش اقول لك. ارفع يديك ارفع يديك الله. ارفع يديك. الله. قول الله. قول الله. الله. بزني بزني. انا بدي اكون دلي بس يا باسم سعيد عون. قالوا لي هيفا قتل بالصار وخلاص سقطت الارض ريحته شو يصير بعدها يكون الناس ما عسكيت وش يصير خلاص فلتت من الارض معاهم ما قدرتش تمالك نفسي ما قدرتش امسك نفسي خلاص فلتت خلاص ما طلب عندي هذا القذيفه هنا اجاءه ملي وهي كان هناك اي محل هذه البنت محل هذه والقذيفة قال فوقه حتى طيرت به اقترع دمي بساعته هناك وبعد سارة أنا ما شئش أموت أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أنا ما شئش أموت أنا لا تقبرونيش أنا اسعفوني أنا يا مقامة اسعفوني أنا ما شئش أموت كانت تقول لهن بالرغم من راح هذا الكل كله والأمر هذا فيه وتنطق الكلام شاهد تكبر لا حتى قطع عند الشبكة اتصلوا لي لهنا قالوا أنت هاقم تعمت ركعتين حمد شكر لله وأبوي بعدين تعوقونا وأخوي الأكبر أخوي من أخوتيه ضربتونا الرصاصة الناس ضربوه بالدار تخرج من هذا الشوية ضربوه هنا تخرج من هذا الشوية لربي بعث له دكتور ما شاء الله الله يطول بعمره خلوا دقوا عياله عاله قد حين معوق معوق حركي الله عد الان ما قدرتش انسي بنتي لثمانية شهور ما قدرتش انسي من عقلي لقيت له فوقي كانت اقول الله تقبرني ان شاء الله يقتل الحوث اللي قتلني لا تقبرني لا تقبرني شاوت لا تقبرني ما جيش أود تدخلني شقابر يعني نحن في مأساة لا يعلم بها إلا الله يعني نزلت القذائف علينا كالمطر من هذه القذيفة عيار 120 يعني ضربت الخزان الماء مما أدت إلى تشققه ويعني وهدر ماءه ثم البيت شققت الرواشين تخربت ولطف الله ربي سري علينا كنا نيام أنا وأسرتي داخل يعني البنت الصغيرة حقنا يعني وقعت درف لفوقه وربي لطف به إلا أن هناك إلا أن هناك البنت الكبيرة أصابت في العنق والآن تعاني يعني من ارتخاء في الأعصاب كامل البنت الثانية كان في البيت الثاني ضرب الصاروخ إلى عرض الجبل مما أدى إلى فقدان سمع نهائيا نحن مهددين نحن لا البنهار مهددين نحن ما ندمها جناهم لنا 3 سنين ما ندمها لنا 3 سنين محارصين الزراعه متوقفه اقسم لك بالله ذحنت انه حتى السمع نحن حتى نفقد الان سمعنا من رقات الصواريخ بعض الحين عن يسمع بعضين ما نسمعش من رقات الصواريخ لما يقعوا وقع الصاروخ لو نقله فوق بيتنا حتى مع طنان اذاني بنتك كذلك ما سمعناش اجا الحوثي مغرب خرجني عيالي ما خليش اشغل هذاك حق ما قدرش افرط له بعد 3 ايام فرطوا له عندهم قصوا 3 ايام ماتوا وانا سرتوا مسمش شطح لهم عيالي سرتوا شطح لهم 3 ايام بعد ما ماتوا بثالث يوم قنصوني سرت المستشفى الروضه هون حصلوا زوجي سر بالاخين واستخطفنه جلس 3 ايام عذبنه عذاب حرقوا له حتى بالضاي حرقوا له مقافن عيونه اشتغلنا شغل المهم والآن بحال نفسي بشير ب15,000 لا استنى فقروا ببيتي ثنتين خزانين واثنين داور منهم 10 أماكن مع مشايات ماكينة حق حجار دراي الآدة تبت المهم كل وسطه ولا حصلت حاجة وخرجت بطماري ولا شليت وعة أنا جالس في خط النار لا ممنوع من المواد الغذائية ممنوع من الملح حتى الماء أسير أسأل بالليل الخزان حقي مو بعيد أخرج بالليل أسأل ورجعت يوم وليت وش أسأل الظهر وعيالي شو اللي يبكوا من الغيب وليت زي توقع قنصني ونا بعد ثاني مرة ليلة الليل نهارت النهار يقنصوا الأرض ببيت حقي ثالث مرة كنت داخل راقد قمت قصندقة حقيقة ناقلت غاز ناقلت خشب ناقلت ليحين حق أواليد
لوسط الصندقة لوسط الصندقة لوسط الصندقة حرقهم بي أقينا والعالش مع هلا حديد طن حديد قلت إن جندي باقي الدقيقة اللي ببيتي عنا العيالي أخنا زحتونا قلي كان 8 شهور أنا من اللي استخدمت دقوا أبا بس زاد قال الحوثي خنصني لا دقوا بابا قلت بي ونبا القيلون بس عفوني 2 ويلة قفال لا عنده سيارة الحين حق السيارة ما كان زين فوقي الآن للتاريخ لي 1.5 سنة والله ما قدرت برجع حق السيارة. سيطر المستشفى راح حصلنا دعم من المستشفى ولا شيء. ما خرج ابني الا وغرق لونا ب 300,000. فتحوا بيوت بعد فترة نهبوا بيوت ما خلوش حاجة حتى الدكان كان معي أداوي وسطه نهبوا النهون. وابني غرقونه صبع قبل أسبوع كنت عالق نفسي وعالق ابني. واللي باهم خير كان يندلونا حاجة اللي باهمش خير ما حش على فت علينا. والله توصلته وكان معي بدل الذهاب اني بحتي الحين غريق ان احنا من الديون نازحين كنتم في الصالحين كنا يعني بالصالحين نازحنا لونه مو عيودين لونك يا ليت لا نشتي شوف بيتنا حتى نظرا نوري ودرنا اداوينا ودرنا غاز ودرنا كل حاجه اداوينا وسط البيوت وكانت فتحين فتحنا من 20 دقيقة لنا أداوي يعني الناس الآن بدي مقاعة في ناس الآن ما معهمش برخ إطلاقا يعني الشيء الضروري لهم ما فيش معهم حاجة إذا ما يأكلوا تراب ها كيف أخي؟ يا ما يقول لا أنا نخرج مزارعنا الزراعة الآن تشوفوا كيف قد حمراء يعني قد حمراء مزارعنا يعني بيتجاهون لأربع 3 سنين ولق خطني وسطي أين نولي؟ يعني بالذات نحن كل مزارعنا عندهم اغلب الناس نازحين واغلب الناس محتاجين يشتو حتى اللي هم بالقريه والله انهم محتاجين ما فيش معاهم ارضهم بخط النار والزراعه متوقفه كلها تحت سيطره الحوثي اجاه قاذفه لا جنب البيت لا فوق البيت وجاه الشظايا لراسي فانتقل لما كان متقول لماذا خرجت قلت لا ما خرجت راح عند اختي قلت خلا وطلعتني لعند الدكتور قال لي الدكتور من اللي راح اختسمه وبعد خلاص كل ارضنا مع الحوثي ما نسير ولا حاجه ولا موظفين احنا بس الحمد لله لا معاشات ولا شيء بيت الاستاذ عارف بيت عمك ايوه الاستاذ عارف قرب بك ورا من دبون حقا مسكين يرحم الله نجح لها دخلت خدير فقرب به ولا انسان جنبي ولا الا الحوثيين اللي فقرب به قال لهم كل البيوت هذاك الذي بونك بذريع غبار كلها عقوات ناس فيها قاعدين لبيت اللي جنبه بيت حق احمد الحاج سعيد احمد الحاج تقريبا البيوت اللي فقروها اكثر من عشر عبوات ناس فيها مع كل الرماد رماد البيت انت لما تخافش من الالغام ما نمشيش خلاص من حدا المحل حقنا ما نمشيش كمل معنا محل هناك ما نمشيش قنص يقنصوا الاطفال يقنصوا القوال يقنصوا لحتى الشباب يقنصوا النوم لحتى الشباب اللي هو شيء يقنصوا تتعرض لقنص لا انا قنص عليها بس ما قدرش الله قناص عليا بس ما قدرت الله ايوه قناص وانا افتح المال وقناص عليا يقنص حتى انا اقول لك على الدقي على الماشي يقنص علي كنا اكثر من 10 كسب يموتين يقنص عليهم يقنص عليها اللي حتى الماشي يقنص عليها الدقاق الكليابه يقنص عليها معاهم قناصات حديثة الحين لا في ضرب قذائف كذا تدرسي ولا تقول لا يبطل المدرسه هذه قا قذيفه لهنا بقطرق الواحد منهم وطرق الواحد منهم محرومين من الدراسه لمده 3 سنين قبطلتنا سنتين وهذه السنه ولا درسنا ولا درسنا ما درسنا والطلاب صاروا يطلبوا الله على نفسهم ما فيش مدرسين ولا اي يدرسوا صاروا يطلبوا الله